السلام عليكم، نقدم لكم لغز ضمن سلسلة الألغاز التي نقدمها على قناة دنيا المعلومة. يقول اللغز: لغز، من هي المرأة التي تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة؟ وطبعا فضلا وليس أمرا، الإعجاب بالفيديو وكذلك مشاركته مع الأصدقاء. وإذا كانت هذه أول مرة تشاهدنا فيها، لا تنسى المشاركة وكذلك اشتراك بالقناة. كذلك ضعوا لنا أسئلتكم وألغازكم وسنحاول أن نجيب عنها كلما سنحت الفرصة بذلك. وطبعا فإجابة هذه اللغز: المرأة التي تستطيع أن تتزوج وهي متزوجة وزوجها على قيد الحياة هي زوجة الكافر إذا أسلمت.